سلام المسيح مع الجميع، أهلا وسهلا فيكم في الجلسة رقم 3 من ويبينار صناعة التلاميذ في عالم مضطرب. اليوم عندنا برنامج مميز ورائع، وفيه رح نتكلم بصورة محددة عن العلاقات. كلنا أكيد سمعنا ومنعرف أنه الإنسان هو كائن علاقاتي، بمعنى أنه ما بيقدر يحيا بكامل الصحة النفسية والروحية وحتى الجسدية بدون علاقات صحيحة في حياته. وهذا السبب بيعود على أنه الله شخصيا زرع طبيعته في بني البشر، فمنقدر نقول إنه الله كمان هو كائن علاقاتي أو علائقي، وهو يتمتع بعلاقة مع ذاته من خلال الأقانيم الثلاث، الآب والابن والروح القدس، وهو أيضا يتمتع بعلاقة حبية شخصية مع مخلوقاته وتحديدا مع بني البشر. مكتوب عنه في سفر الأمثال: لذاتي مع بني آدم. ولهذا السبب الله صممنا إنه نختبر أفضل حياة من خلال العلاقات، علاقات بتغني حياتنا روحيا نفسيا وجسديا. فتعالوا اليوم مع بعض نتأمل في هذا الموضوع تحديدا ونتعلم أشياء عن العلاقات يمكن رح نسمعها لأول مرة. خليكم معنا حتى نستمتع مع بعض في هاي الجلسة المميزة. حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. خاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إله قدير، عالي موجود غير محدود، صوته أقوى من المياه، ليه تسجد كل الجبال ويقول يكون فيكون. حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إله قدير، عالي موجود غير محدود، صوته أقوى من المياه، ليه تسجد كل الجبال ويقول يكون فيكون. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا ومالينا سلام. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. رافعين راية الإيمان مهما تحدانا العيان، يهوى ليه كل السلطان. رح نطلق كلمة حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. رافعين راية الإيمان مهما تحدانا العيان، يهوى ليه كل السلطان. رح نطلق كلمة حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. هنخاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب
ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حب، وده بإيده شايلنا ومالينا سلام. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حب، وده بإيده شايلنا ومالينا سلام. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حب، وده بإيده شايلنا مالينا سلام. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة صناعة التلاميذ في عالم مضطرب. تكلمنا عن بني يساكر وكانت مرحلة انتقالية عظيمة، ويقول الكتاب بأنهم كانوا الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل. وما نتكلم عنه معا هو فهم الأوقات. نعيش في عالم جديد تماما، عالم لن يعود إلى ما كان عليه من قبل أبدا، فلقد تغير. هذا الوباء كان له تأثير كبير على كل مجال من مجالات الحياة، سواء على الاقتصاد أو التكنولوجيا، غير شكل الحياة كليا. لن يكون هناك عودة لما هو طبيعي، ولكن هناك فرصة لإعادة البناء، أقصد القيام بعمل بعض الأشياء. وأحداث فرق يتسبب في أن ينتشر الإنجيل بشكل غير مسبوق كليا. علي أن أذكرك بشيء. على الرغم من الأخبار المحبطة التي نسمعها والانهيار الذي نشهده، فعندما تتهاوى الأشياء إلى الحضيض، عندئذ ينفخ الرب روحه فتنفتح قلوب الناس وتستيقظ عيونهم وتنشط الكنيسة. هذا في حالة أن يكون هناك مجموعة من القادة تعمل بكل كيانها. جماعة تقول لنفسها هناك العديد من القضايا، ولكن الكرازة بالمسيح وتلمذة الآخرين هما قضيتنا الأولى. ثانياً، في خضم الاضطهاد والضغط سنكون وكلاء للشفاء، لن يكون لنا ردود أفعال عدائية. لو حضرتم معنا سابقاً تعرفون أنني عندما صليت وسألت الرب ما الذي يجب علينا أن نفعله كقادة الكنائس على مستوى العالم، فأعطاني الرب اختصاراً وهو كرايست، ويشير الحرف الأول إلى أن علينا أن نركز على المسيح وليس على القضايا والمشاكل، الحرف الثاني شفاء وليس عدائية، والثالث علاقات وليس عقارات. البنايات في جميع أنحاء العالم، بنايات الكنيسة كبيرة وصغيرة متوسطة الحجم، كانت مثل مدن الأشباح، لا أحد يمكنه الذهاب إليها، كانت خالية تماما، لا أحد فيها أبدا، أجل لا أحد. وما بدأنا ندركه، لو أننا صادقين سنعترف بأن
واحد من أهم معاييرنا وأهم أولوياتنا هو ما يحدث في عطلة نهاية الأسبوع خدمة العبادة الكنسية. عملت كراع لسنوات عديدة ولا أعرف الكثير من الرعاة لا يقفون ويتساءلون كم كان عدد الحضور اليوم، أو كم كانت التقديمات، أو كيف كانت الخدمة، من سلم حياته للرب، أو من اتخذ قرارا بتسليم حياته. ونادرا ما قابلت راعيا تكون المباني بالنسبة له بمثابة آخر خطوة باركه الرب بها. أجل اسمعوا، بدأنا اجتماعنا في بيت، ثم حصلنا على المبنى، ثم نمت الكنيسة واضطررنا لأن نبني هذا المبنى. هناك شيء ما يجعلنا متيمين بالإنشاءات والبنايات والأحجام. اكتشفنا أن العديد من الكنائس على مستوى العالم قياسها للأمور يتوقف فقط على نسبة الحضور في الكنيسة. لو الشعب يحضر الخدمات هذا رائع، لو تخلفوا عن الحضور هذا أمر سيء. حضور الشعب لخدمات الكنيسة لا يعد قياسا دقيقا بأننا نتلمذ، والمأساة هي ما نعرفه من الشركات العالمية للأبحاث مثل بارنا أو بيو ريسيرتش بأنه آخر 50 عاما المسيحي العادي فيما عدا من يعيش في البلدان التي بها اضطهاد كثيف بصورة عامة يعيش حياة لا تختلف كثيرا عن غير المسيحي، من حيث النزاهة أو الإخلاص في الزواج أو كيفية صرفه للأموال أو أولوياته. لدينا ثقافة البوب الغربية التي انتشرت في أرجاء العالم. لدي بعض الأصدقاء الذين يقومون بعمل الأشياء الثورية ويخدمون الشباب حول العالم، وتحدثت مع واحد منهم وقال لي يمكن أن أكون في بلجيكا أو موسكو أو في أمريكا الجنوبية أو أن أكون في شنغهاي أو في القاهرة، وكل الشباب يلبسون هذا النوع من البنطال الذي يحتوي على ثقوب ويستمعون إلى الموسيقى. هذا مستوى عالمي ولا يوجد حقيقة مطلقة. هم جيل برامج التواصل الاجتماعي، كل واحد منهم يعيش بتركيزه على هاتفه المحمول، ونرى بينهم الخوف والانعزالية ومعدلات الانتحار. ما أريد أن أقوله، إحدى أكبر الفرص في 100 عام الأخيرة، هذه ليست مشكلة جديدة. كنت أفكر في التركيز على العلاقات، وما الذي قاله يسوع في الليلة الأخيرة؟ نظر إلى تلاميذه، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، هل بالمباني، هل بنسبة الحضور؟ إن كان لكم حب بعضا لبعض. الغالبية من المسيحيين عبر العالم يحضرون خدمات دينية، ولكن قلة منهم هم من لهم علاقات محبة عميقة وأصيلة تظهر في تعاملاتهم مع الآخرين في مجتمعاتهم. أحد أفضل الكتاب بالنسبة لي هو أي دبليو توزر، كتب هذا تقريبا منذ أكثر من 65 عاما. قال إن التزامنا الأكثر إلحاحا اليوم أن نبذل قصارى جهدنا لنحدث نهضة ينتج عنها إصلاح الكنيسة وتنشيطها وتنقيتها. كل جيل من المؤمنين هو بذرة للجيل التالي، والبذور الفاسدة حتما ستنتج حصادا فاسدا، لن تكون أفضل قليلا بل أسوأ من البذرة التي انبثقت منها، وهكذا سيظل الاتجاه في انحدار حتى تكون هناك وسيلة قوية وفعالة تحسن من تلك البذرة. ببساطة هو يقول عندما يكون العود متراخيا لمسيحيين فاترين فإنهم لن ينجبوا مؤمنين ملتزمين يحبون الرب بكل قلوبهم، بل مؤمنين فاترين وأقل التزاما. جون ستوت أحد أعظم قادة العالم في حركة لوزان وقرب نهاية حياته سافر إلى العالم كله، وكان قائدا يحظى باحترام كافة الطوائف وجميع الناس من كل الخلفيات. أجل، وفي آخر 10 سنوات من حياته أخذ على عاتقه أن يجس نبض العالم أجمع ليعرف ما الذي يحدث. أجري حوارا معه وسئل، تعرف هذه الكنيسة المتنامية مثل أي غربي يعرفها؟
ما تقييمك لها؟ هذه هي الكنيسة العالمية، هذه نحن جميعا، شمال جنوب شرق غرب. أجاب ستوت: الإجابة هي نمو بلا عمق. لا أحد منا يختلف عن النمو الاستثنائي للكنيسة. شهدنا أمور رائعة تحدث حول العالم من نفوس أتت إلى المسيح، ولكن إلى حد كبير يتعلق الأمر بالأرقام، بنمو إحصائي، ولم يكن هناك نمو كاف في التلمذة مقارنة بالنمو العددي. ثم سألوه: أين سنذهب نحن الكاريزون؟ خضنا رحلة كبيرة آخر 50 عاما، وهم يتكلمون عن هذا الكم الهائل من النمو على مستوى العالم. أجاب ستوت: نحن بحاجة لأن نتخطى مرحلة الكرازة، من المفترض أن الكرازة هي تخصص الكاريزين، والآن أنا مكرس للكرازة للعالم، ولكن علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الكرازة، إلى قوة البشارة المغيرة، سواء في الأفراد أو في المجتمع. وترجمة ما قاله هو: التلمذة. أتيحت لي الفرصة منذ سنوات للتحدث في جنوب أفريقيا، وقتها أقيمت دورة كأس العالم هناك، وقد كان حدثاً رائعاً. أجرينا تدريبات عن كيفية تنمية كنيسة ذات تأثير كبير، وكان معنا قادة من كل أنحاء أفريقيا، أشخاص مختلفون من دول مختلفة، يتكلمون لغات مختلفة، ولكن كل شيء كان باللغة الإنجليزية. سألتهم: ما هو الهدف الأول للكنيسة؟ لماذا الكنيسة قائمة؟ ما هو القانون الأول الذي تتبعه كنيسة ذات تأثير عظيم؟ وهو أن تعرف الكنيسة الهدف من وجودها. ودار بيننا نقاش، وقلت: تعرفون هدف الكنيسة؟ وكل واحد قال: الإرسالية العظمى. ما هي الإرسالية العظمى؟ هي عوامل مركبة معا، بينما أنتم ذاهبون عمدوا وعلموا، ولكن في الأصل الآية ما هو فعل الأمر الوحيد الذي ذكر؟ اصنعوا تلاميذا. ولأن جميعهم كانوا من عشاق الرياضة، سألتهم: عندما تشاهدون مباراة كرة قدم، مباراة كأس العالم، عندما يضعون الكرة في الوسط، هل يهتف الجمهور؟ لا. أو ماذا لو أن الكرة قذفت في الزاوية، هل يهتفون؟ لا. وإن كانت الكرة في الوسط وتتقاذف، هل يهتفون؟ لا. متى يهتف الجمهور؟ يهتف بوم عندما تدخل الكرة في المرمى ويسجل الهدف. لماذا؟ لأن هذا هو ما يحتسب في المباراة. كم شخصا يحضر إلى الكنيسة؟ كم المبالغ التي يتم تحصيلها للكنيسة؟ كم المباني التي تمتلكها الكنيسة؟ كم عدد الناس الذي يحضر الاجتماعات؟ وهو مثل الكرة التي يتم وضعها في وسط الملعب، كالكرة التي قذفت في الزاوية. لا شيء من هذا يعد قياسا. جعلنا تلك المؤشرات الأولوية. سيقول يسوع عندما أذهب إلى السماء، سيسألنا كرعاة: ما الذي فعلتموه بالتكليف والأمر الوحيد الذي طلبته منكم؟ سيسألنا: هل صنعتم تلاميذا؟ وعندما تصنع الكنيسة أتباعا حقيقيين ليسوع المسيح، فهذا كأحراز هدف في المرمى. نعم، أن يعرفوا يسوع، النقل من الظلمة إلى النور. لا يوجد ما هو أجمل أو أحلى من الكرازة. ولكن هذا كقذف الكرة. نعم، قذفها، ولم نحرز بها هدفا، لأن تقييمنا للوضع أساسه خدمات العبادة وجمع التقديمات ونسبة الحضور وإقامة المنشآت أكثر من العلاقات. أجل، تأملوا في الكنيسة الأولى. تعرفون أن الكنيسة الأولى لم يكن لديها العديد من المباني أو أي مباني في 300 سنة الأولى تقريبا؟ والسبب في هذا جزء منه أنه لم يكن قانونياً، كانوا يلتقون في البيوت، في السراديب، هنا وهناك، لكن تركيزهم لم يكن على هذا هو مكاننا. وصلنا إلى اليوم الذي عندما ننطق فيه كلمة كنيسة، ما الذي يأتي إلى مخيلتنا؟ الكنيسة كمبنى، هذه ليست الكنيسة. وقبل أن تأخذ موقف المدافع، أعمل كراع منذ أكثر من 35 عاماً، ونعاني الكثير من الضغوط، والشيء الوحيد الذي علينا ألا نغفله عندما نجتمع مع مجموعة صغيرة الذين نستثمر في حياتهم كي ينضجوا وننظم شكل كنيستنا بالكامل
ليكن هدفنا ليس كم شخص سيحضر الكنيسة، هذا جزء من الهدف، ولكن كم شخص يخضع حياته للرب؟ كم عدد الأشخاص الذين يعيشون حياة منفصلة عن النظام العالمي؟ كم شخص في كنيستنا يعرف أن يقيم ذاته برصانة ويعرف مواهبه الروحية ويخدم؟ كم واحد منهم منخرط في اتحاد عميق بعلاقات رباطها المحبة؟ كم واحد منهم مغرم بمحبة يسوع؟ حتى لو قابله شر ووقع عليه ظلم فإنه يغلب الشر بالخير. نتساءل عن عدد هؤلاء الأشخاص. ما أدعو أن نقوم به هو فرصة جديدة. تعرفون؟ في الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن مختلفة في العالم لم تستطع الكنائس أن تعقد لقاءاتها. تكلمت مع العديد من الرعاة الذين يعلمون عبر الإنترنت ويبذلون قصارى جهدهم، ولكن حماسة الكنيسة وتأثيرها كان ضئيلاً للغاية في كنائس كثيرة، ضئيلاً للغاية. ولكن هذا الوضع لا ينطبق على آخرين. أفكر في الرعاة الذين أتكلم معهم اتخذوا من هذا الوضع فرصة لإنجاز أمور عبر الإنترنت، أو ارتدوا الكمامات والتقوا في البيوت، أطفوا لا مركزية على ما يحدث. عندما تعود الأمور بعد فيروس كورونا إلى مستوى معين من التفاعل، أظن بأننا سنشهد كل أنواع الكنائس الجديدة والخبرات الجديدة. حانت فرصتك، حانت فرصتنا، فرصة أن نتبع ما قامت به الكنيسة الأولى. سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني الآيات من 42 إلى 47. كانت الكنيسة تجتمع ويتقابلون في الهيكل وينتقلون من بيت إلى بيت، وكان عندهم كل شيء مشتركا، وكان الرب يعطيهم نعمة لدى جميع الشعب، وكل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. إنه ذلك الانجذاب إلى العلاقات الأصلية. كيف حقا كان يتم هذا؟ إلى أين أذهب؟ الإصحاح الثاني عشر من روميا يحدد الرسول بولس نوعية العلاقات الأصيلة التي تغير الناس وتغير العالم. تابعوا معي من الآية التاسعة حتى الثالثة عشر، يقول: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. يجسد هذا المقطع صورة واضحة عن كيفية أن تصبح رأس حربة. أجر رأس حربة. بغض النظر عن أي شيء آخر عليك أن تفعله، أطلب منك أن تبحث عن مجموعة صغيرة من الناس تبني معهم علاقة أصيلة وتتلمذها، وتقول لنفسك: نعم سأقوم بالوعظ، سألبي الاحتياجات وأزور المرضى، لدي مسؤوليات كنسية، ولكن مهما يكن سأكون شغوفا بعلاقتي بالرب يسوع أولا وقبل كل شيء من أجل نفسي. وليس هذا فقط، بل سأتلمذ مجموعة من الأشخاص ليس لأجل ما يحصلون عليه، ولكن من أجل ما نفعله معا. عندما تدرس هذا المقطع، أعطيتكم مصادر بها خطوط عريضة عنها، وهذا سيساعدكم. المجتمعات الأصيلة أو العلاقات الحقيقية هو عندما يلبي الحقيقي الذي بداخلك الاحتياجات لسبب حقيقي بطريقة صحيحة، شخصيتك الحقيقية لتكن المحبة بلا رياء. أبغض الشر. عندما أخبئ أمور في قلبي، وعندما تخبئ أمور في قلبك، وعندما تكون هناك خطية مستترة، لا يمكننا أن نكون على ماهيتنا الحقيقية. ليس عليك أن تشعر بأنك فوق الجميع، دعهم يدخلون حياتك. أعرف أن هذا أمر خطير، ولكن كن أميناً عفوياً، أدخل إلى حياتك بعض الأشخاص الذين يمكن أن تكون نفسك معهم. قيل للكثيرين منا أنه لا يمكننا الاقتراب من رعيتنا، ولا يمكن أن يكون لدينا هذا النوع من العلاقات. سأقول لكم العكس تماماً. هل هناك خطورة في هذا؟ نعم، لكن أحتاج أن أكون محبوباً، أحتاج إلى أشخاص أكون صادقاً معهم. خلال خدمتي كنت أتخذ مجموعة، سواء تطلقون عليها مجموعة الشيوخ أو الشمامسة، هذه كانت أهم مجموعة في كل الكنيسة.
كنت ألتقي معهم ومع زوجاتهم ونأكل معا مرة في الشهر، وأرغب في سماع قصصهم وأخبارهم. ثم بعد أن نتناول وجبة معا ننقسم، تذهب السيدات إلى غرفة وأنا والرجال نجلس معا ونسكب ما في قلوبنا. كنت أسألهم: أخبروني عن مسيرتكم مع الرب، بماذا كلمكم الرب، كيف حالكم وحال زوجاتكم، كيف حال أولادكم، ما التحدي الذي تواجهونه؟ وكنا نفتح قلوبنا وأشارك بعفوية عن تحدياتي كما فعلوهم أيضا، وأصبحنا هذه المجموعة المتماسكة. بعد ذلك نعقد اجتماعا آخر لاحقا ونقوم بالأعمال الكنسية، ولكن تلك الأعمال نمت من علاقات أصيلة وعميقة أيضا. هذا ما يباركه الرب، هذا ما يطوق لأن يراه، هذا ما يملأ قلوبنا. نحتاج لأن نركز على العلاقات وليس على العقارات. تعرفون ما أقصده بالعقارات، وهي الأرقام، المباني، كل ما هو خارجي. أنت تلبي احتياجات حقيقية وليست سطحية. لتكن المحبة بلا رياء، يقول: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. الكلمة تعني أن تصل بشيء ما إلى حد الغليان كالماء، تخدمون الرب. تلبية احتياجات الناس عندما يكون الأمر صعبا ويشكل تحديا، تفعل هذا بطريقة عملية جدا. هذا لن يكون من مواردك، يقول مواظبين على الصلاة. تقول: يا رب، هناك احتياجات كثيرة لا يمكنني تلبيتها، ولكنك ستمنحني الموارد لسد احتياجات هؤلاء الناس. هناك هذه المجموعات الصغيرة، هذا هو التحدي، هذه الطريقة التي يمكننا أن نجاوب فيها على مخاوف A.W. توزر ومعالجة ما رآه جون ستوت منذ 20 عاما. وفي ظل هذا العالم الجديد تغيرت القوانين، كل شيء تغير، التوقعات تغيرت، أجل كل شيء تغير. وكما يقول أحد أصدقائي: من النادر ومن النادر جدا أن يرفع تجميد أوضاع عن مؤسسة ما. قبل الوباء كان يمكن أن نتقابل صباح هذا اليوم وفي هذه الليلة ونفعل ذلك وذاك. كل هذه العادات والأشياء التي كنت ملتزما بها، آن الأوان لأن يرفع الجمود عنها. لا تعد إلى الوراء، لا تقود الكنيسة بنفس الطريقة القديمة. كنيسة وخدمة، اجعلهما في اتجاه إحراز الأهداف. هل تعرف؟ الكنيسة ذات التأثير الكبير ليست بالضرورة كنيسة كبيرة. نوعية الكنيسة التي يريد يسوع أن ينميها أطلق عليها كنيسة ذات تأثير عظيم، لأنها تتحلى بثلاث سمات. يأتي الضالون إلى المسيح بصفة منتظمة، والذين عرفوا الطريق حياتهم تبدأ في النضوج ويبدأون في التغيير، وأخيرا فهي كنيسة تسدد احتياجات مجتمعها. قد يكون الأمر بطيئا، تبحث عن مجموعة من الناس يمكنك أن تمارس حياتك معهم، وبعد أن يقضوا وقت معك تطرح عليهم الرؤية ليقوموا هم أيضا بعمل هذا مع آخرين، فتتضاعف حياتك وسترى كيف تنمو الكنيسة في عمق، وسترى محبة تتنامى، ثم سترى تأثيرا وسيحدث انتشارا. وبدلا من أن تشعر بالإنهاك والتعب، سيصبح لديك أشخاص تستطيع العيش معهم. العلاقات هي المفتاح، مفتاح الاستمرارية. لو قمت بأي دراسة عن الجيل القادم كله، جيل الألفية وجيل زي كما يدعونه، وهو جيل ما بعد الألفية، لا يريدون حضور عروض أو خدمات. يقولون: أنا أريد واقعا، أريد علاقات حقيقية. كنت في زيارة للشرق الأوسط مؤخرا في بلد متقارب جدا بالنسبة لنا، وكنت أتحدث مع قائد لخدمة دفاعيات، وهو طبيب نفسي ويقوم بإلقاء محاضرات في الجامعات، رجل ذكي جدا. وقال: نرى عدد من الناس يأتي إلى المسيح، وبعدها نريدهم أن ينمو في العلاقة الروحية، ولكن الكثير من الكنائس كل ما يفعلونه هو توجيه الدعوة لحضور الخدمات. تأتي إلى الخدمة، تجلس، ترنم، أحدهم يلقي عظة، ونعتقد بأن هذه تلمذة. لا، الخدمة هي جزء من التلمذة وليس التلمذة.
يقول إنهم جوعى للمجتمعات الروحية، يحتاجون أن يتكلموا، أن يأكلوا، أن يدرسوا الكتاب معا، أن يتشارك أحدهم معهم ويصغي إلى مشاكلهم، أن يكونوا صادقين في التحديات. العلاقات هي المستقبل، ولن تجد أبدا فرصة أعظم لاستبدال أولويات وقتك وطاقتك أكثر من الوقت الحالي الآن. دعنا لا نرجع للقديم ولا نحاول إعادة بناء الكنائس ببناء منشآت. دعنا نتوقف عن القياسات ونبدأ في وضع قياسات جديدة، ويكون معيارنا ما نوع الناس الذين يتركون كنائسنا وما التأثير الذي حدث لهم، ولا نفعل هذا بمفردنا. دعنا لا نكون ذلك الشخص الذي يتطلع إليه الجميع وعليهم أن يروك بلا مشاكل، فأنت لا يمكنك أن تشارك أعمق ما يؤلمك. لم أقابل مطلقاً أي قس أو راع لم يحدث في فترة ما من حياته أن أصيب بالأحباط أو الاكتئاب. لا يمكنك القيام بهذا بمفردك. إلى أين نذهب؟ ما الخطوة التالية؟ ولماذا الآن؟ المسيح وليس القضايا، الشفاء وليس العداء، العلاقات وليست العقارات. ليكن يوما جديدا من نوعه، لنغتنم هذا اليوم. لذا أصلي يا رب، أصلي لأجل كل إخوتي وكل أخواتي. هناك توقعات، الكثيرون يريدون كل شيء أن يكون على عهده السابق. أصلي لأجل النعمة، الحكمة، الرؤية، بأن تجلب أناس أتقياء إلى حياة هؤلاء الرعاة ويبدأون في بناء شبكة من العلاقات، حيث يتمتع الناس بالمحبة والدعم، وحيث تكون المحبة هي السمة الجاذبة في مجتمعهم تجذب من لا يعرفوك. نسأل هذا في اسم يسوع، آمين. فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني. ها صلاتي يا أهلي وأحبابي، أن تجدوا خلاصا.
قد مات يسوع وفداني. أستاذ حسام قمصية. أستاذ حسام قمصية من خدمة الجيل التالي بالأردن، أنهى دراسته بجامعة العلوم التطبيقية قسم إدارة الفنادق، وحصل على ماجستير في الدراسات الكتابية من كلية اللاهوت الوطنية بالأردن. حسام متحدث تحفيزي للشباب لأكثر من 20 عام. لدى حسام شغف في تمكين وقيادة الشباب ومساعدتهم على النجاح
في كل الجوانب الروحية والعملية في حياتهم. حسام وزوجته عندهم أولاد وبيعيشوا في الأردن. تعالوا نرحب بأستاذ حسام قمصية. أهلا وسهلا فيكم في ويبينار صناعة التلاميذ. مبسوطين نلتقي مع بعض ونتناقش في موضوع وتحدي بتواجه الكنيسة مع بعض، اللي هو العلاقات في الكنيسة. العلاقات في الكنيسة كتير مهمة، لأنه إحنا نكبر مع بعض، بننمو مع بعض، بنقرب من بعض، بنأثر في المجتمع بناء على علاقاتنا مع بعض. عشان هيك الكتاب المقدس بيعالج الموضوع، بيحكي عن الموضوع بطريقة جدا مهمة نفكر فيها بطريقة الكتاب المقدس. إذا شبعنا فكر الكتاب المقدس وأخذناه وكبرنا فيه وصلنا نفكر زي ما الكتاب المقدس بفكر، رح نقدر نعمل التأثير اللي طلبه منا الرب نعمله في هذا الزمن. عشان هيك الرسول بولس بيعالج موضوع في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 12 عدد 12، بقول: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ أما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. لكن لو كان جميعها عضو واحد أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. الكتاب المقدس في هذا الموضوع عم بناقش تحدي إحنا منواجهه في هذا الزمن. إحنا منواجه الفكر الغربي مع فكرنا كشرقيين. الفكر الغربي بيحكي عن الفردية، مهم أنت كفرد، فكرك ابني زي ما بدك، فكر زي ما بدك، ابني حريتك، من ما لك دخل في المجتمع اللي حواليك، المهم انت تكون راضي. بينما الفكر الشرقي فكر قبلي، مبني على انه احنا كمجموعة لازم نكون متشابهين. في رئيس القبيلة هو اللي بيقرر كل اشي، هو اللي بيفكر زي ما بده، هو اللي بيعمل اللي بده اياه، واحنا بنمشي معه، ولازم كنا نكون متشابهين بالفكر وبالرأي وبالطريقة وبالاسلوب في العادات والتقاليد. التحدي في هذا الزمن انه احنا بدنا نكون ما بين أنا بدي أكون فردي ولا أكون قبلي. عشان هيك الكتاب المقدس عالج الموضوع بأنه مزج الاثنين، أنا كفرد مهم لكني ضمن جماعة. إحنا محتاجين الاثنين، محتاج أحس بفرديتي لكني محتاج أشعر بانتمائي إلى الجماعة. إذا فقدت واحدة من حساب التنتين بصير في خلل، بصير في مشكلة، ما بنمشي زي ما حكى الكتاب، مش ممتزجين مع بعض، مش منسجمين مع بعض، مش ماشيين بتناغم مع بعض. عشان هيك التحدي الموجود في هاي الرسالة إنه نعرف نتعامل مع الاختلافات الموجودة. لما قال يهودا كنا أم يونانيين، هذا اختلاف. اليهودي ما كان يقبل الأممي، والأممي كان يرفض اليهودي، فكان في صراع بيناتهم. لكنهم فجأة اجتمعوا في الكنيسة في مكان واحد مع بعض. العبيد ما كانوش يقعدوا مع الأحرار، لأن الحر بالنسبة له هو راقي والعبد ما بيلتقوش مع بعض، لكن اجتمعوا مع بعض في الكنيسة. عشان هيك مهم نعرف نتعامل مع الاختلافات الثقافية الموجودة، الفكرية الموجودة. لازم نقبل الاختلاف، لازم نقبل انه اللي قدامي مختلف عني في تربيته، في تنشئته، في تفكيره، في مبادئه، في اخلاقه. هو محتاج وقت حتى نقدر ننسجم مع بعض، ومحتاج وقت حتى يقدر يدخل معي باللي انا بفكر فيه. وانا دوري كقائد اساعده انه نكون واحد، مش اساعده انه ينفصل عني يتزبط عشان يقدر ينسجم معي. لا، لازم هو موجود جنبي اقدر امشي معه بهاي رحلة التغيير اللي أنا محتاج أساعده فيها. في التربية في ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الصارمة، يا بتعمل هيك يا ما بتعمل هيك، يا بتصير هيك يا ما بتصير هيك، وإذا ما صرتش هيك مش مقبول، إذا صرت هيك أنت محبوب، أنت مقبول. وهذه الطريقة بتنفر الطرف اللي قبالي إنه ما يقدرش يعيش طريقة تفكيره وكيف هو بيشوف الأمور. الطريقة الثانية طريقة متساهلة، إنه كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه، كيف بيشوف الأمور يسويها. الطريقة الثالثة اللي بيحكي عنها الطريقة التعاونية، إني أنا والشخص بنشتغل مع بعض حتى نقدر نوصل لمكان أفضل. وهذا الكتاب المقدس بيطلب منا، عشان هيك بقولهم ما تفكروا إنه كل جسد عضو واحد. في ناس تدخل على الكنيسة معانا، بتقعد معانا وبتشوف إنه هذا العضو هو المميز، فبتصير تسعى إنها تصير زي هذا العضو عشان تقدر تحس إنها مقبولة، إنها بتقدر تنتمي لهذا المكان.
والشخص اللي عنده هذا الشعور انه هو اقل لانه مش زي هذا لازم نوقفه بالكنيسة، انه ما يحس انه لانه مش زيي هو مرفوض. لا، هو مختلف عني، هو ما بيشبهني، لكنه هو مميز وهو مقبول، هو له طريقته، هو له اسلوبه. العين غير عن الايد، العين غير عن الاذن، لكن التنتين بيشتغلوا بطريقة تانية. مرات بالكنيسة بصير وإحنا بنتعامل مع بعض كل واحد بده يأخذ الناس لمواهبه، لأفكاره، لطريقته، وبننسى إنه إحنا مختلفين، وبننسى إنه القدامي مختلف عني لأنه هو عضو، إله وظيفته، إله طريقته، إله أفكاره. عشان هيك أنا محتاج أتقبل إنه العضو اللي قبالي وهو عم بيحكي بكيف الرب حطه ضمن إنه هو في الجسد، فله إله طريقته بالشغل. عشان هيك أنا محتاج أسمعه، محتاج أفهمه، محتاج أدركه، وبالطريقة هو التاني يقبل إني أنا كمان بنفس الطريقة، عشان نقدر نشتغل كجسد واحد مع بعض. لكن إذا أنا بطلب إنه يصير زيي، هذه مشكلة. وهو إذا حس إنه مش مقبول لأنه زيي، لأنه ما بيشبهني، بتصير في مشكلة. عشان هيك محتاجين نفهم هذا الموضوع، إنه في اختلاف موجود في الجسد. العين غير عن الأذن، الأذن غير عن العين. اللي إحنا بنحاول مرات نعمله إنه نخلي باللاوعي تبعنا نخلي إحنا نسخ من بعض، بس الكتاب المقدس ما بده هيك، والله ما بده هيك. عشان هيك بالوحي في الكتاب المقدس ما في رسالة أو ما في سفر بيشبه التاني، مع أنه الكتاب مختلفين لكن كل واحد كتب بطريقته، مع أنه كلهم عم بيقودهم الروح القدس. ولأنه الروح القدس عم بيقودهم خلاهم منفردين، يعني طريقته، تربيته، تنشئته، فكره خلاه يكتب بمعرفته، بثقافته، ما لغى وطمس هذا الشيء وقال له اكتب اللي أنا بقول لك اكتبه، لكن خلاه بمعرفته يكتب. وهذه طريقة تفكيرنا لازم تكون موجودة بالكنيسة نفسها، إنه هذا الشخص يفكر ويتعامل ويتغير ويعمل اللي بده إياه زي ما هو، لكنه بقيادة الروح القدس. هلا واحد بيقول لي بس في أفكار غلط يا حسام، في عقيدة غلط، في خطية موجودة. خليني أقول لك جملة كتير مهمة، في فرق بين إني أرفض العقيدة تبعتك بين أرفضك، في فرق بين أرفض الخطية تبعتك وبين أرفضك. أنا محتاج أميز، إحنا مرات بنلخبط. أنا بنية صالحة، بهدف صالح، أنا بدي أرفض الخطية تبعتك لكن ببين أني رافضك. أنا بدي أرفض فكرك بس ببين أني رافضك. لكن مرات أنا محتاج أقبل الشخص وأحب الشخص، لكن ممكن بكل محبة أرفض فكره وأقول له أنا برفض فكرك بس مش برفضك، مش بطلعه، مش بعزله من الجسد، مش بقصيه لأنه مش بيشبهني، مش زيي، مش زي طريقة تفكيري. وهذا دورنا كقادة، نخلي الناس قاعدين معانا بيحكوا أفكارهم، بيحكوا ضعفاتهم، وبيحكوا مشاكلهم، عشان يقدر ننسجم مع بعض. والتحدي الثاني إني أشعر إني أنا مش محتاج أخوي، وأعيش في هذا العالم وأعيش في الكنيسة أنا مش محتاج أخوي. عشان هيك بقول لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك. وهذا مرات شعور إحنا موجود فينا، أنا مش محتاج أخوي، لكن أنا كتير مهم أشعر الطرف الثاني اللي قبالي أني أنا محتاجك، أنا ما بقدر أمشي من غيرك. لكن إحنا وصلنا في زمن منحسس الكل أنا قادر أعيش من غير الجماعة، أنا قادر أعيش من غير الجسد، أنا قادر أعيش من غيرك، أنا بقدر أكمل. لكن إذا وعيت أني لا، أنا محتاجك وإنت محتاجني، وإحنا اثنين محتاجين بعض، لأني ما بقدر الجسد هذا، هاي الإيد تشتغل من غير هاي الإيد، ما بقدر هاي الإيد تعمل لحالها وهاي الإيد تعمل لحالها، إحنا محتاجين بعض. شعور الأيام هذا أنا مش محتاجك عم بيكون عالي، ومنفرد في ذاتي ومش فارق معي إلا أنا. وإذا حدا قدامي كان مش عاجبني بسهولة بقول له أنا مش محتاجك. عشان هيك بطلع وبترك وبروح لمكان تاني عشان يقبلني بطريقتي، وأسوي اللي أنا بدي إياه وأسوي اللي أنا بحب أعمله، عشان أكون وأعلنها بصوت عالي أنا مش محتاج هذا المكان، مش محتاج هذول الناس، مش محتاج هاي الطريقة، أنا محتاج نفسي بس، لأني أنا مهم والباقي مش مهم. في الكتاب المقدس حط أربع أنواع للجسد، ويا ريت وإحنا منشوف بعض
حتى لو شفت اللي قبالك بهذا العضو هيك، تفكر بالطريقة الكتاب المقدس بيحكي عنها. أربع أنواع: واحد بعدد 22 ضعيف، اثنين بلا كرامة، ثلاث قبيح، أربعة جميل. لكن بقول لك اللي بتشوفه ضعيف كيف تتعامل معه؟ بقول أعطيه إنه يحس إنه ضروري، ما في حدا في الجسد مش ضروري. شعوري وأنا بتعامل مع أي أخ في الكنيسة أحسسه بأنه مهم، ضروري جدا وجودك. أنت وجودك مهم بالكنيسة، مش عشان تحضر الاجتماع، مش عشان تكون موجود يوم الأحد على الساعة 7 بالكنيسة، أنت مهم تكون موجود عشان الاجتماع، لا، أنت مهم تكون موجود لأنك أنت ضروري للاجتماع، ضروري للكنيسة، ضروري للجسد. والأعضاء اللي منحس إنها بلا كرامة، شو رأيكم نعطيهم كرامة؟ نعطيهم قيمة. هذا الشخص اللي بيدخل ممكن يكون فقير، ممكن يكون مغترب، نحسسه بقيمته في المكان، ممكن يكون عنده شعور بخطية معينة بيصارع فيها، وأنا بعرف عنه أنه عنده هاي الخطية وبحس أنه بلا كرامة، لكن نعطيه كرامة. والنوع الثالث القبيح، أعضاء قبيحة مزعجة منفرة، يا الله لما نيجي يقول لك أعطوها جمال، اقبلوها. مرات احنا ما بنقبل الا اللي بيشبهني، الا شخصيته حلوة، الا النغش، الا المثقف، الا اللي بتعامل بطريقة راقية، هذا المقبول طبيعي يكون مقبول، لكنه القبيح نيجي نقول له انت مقبول، هذا اللي مش موجود، هذا المجتمع محتاجه، اني انا قبيح في المجتمع، والمجتمع مش عم بيقبلني، بس لما دخلت على الكنيسة لقيت حالي مقبول، لقيت حالي محبوب، لقيت حالي انا بعرف اني مش كتير مهم، مش كتير مميز، مش كتير عندي اشياء حلوة، لكن هدول الناس اعطوني تميز وجمال غريب. لكن الجميل قال مش محتاج لانه هو ماخذ هذا الاشي. الكتاب المقدس بيعالج كيف نتحرك مع بعض في كلمة جوهرية بعدد 25، لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. كلمة الاهتمام بهذا الزمن مش أهتم في نفسي، سهل أهتم في نفسي، سهل أهتم بحالتي، بظروفي، في مشاكلي، في تحدياتي، لكن أجل وقت أطلع من الذاتية تبعتي لأهتم بالعضو الثاني الموجود، وكل عضو يفكر في اللي جنبه، وكل عضو يهتم بالتاني، شوف الجسد كيف رح يتحرك، لأنه العضو رح يتحرك، رح يتحرك بناء على مواهبه، رح يتحرك بناء على اللي عنده، بمعرفته، بثقافته، حتى ببساطته رح يتحرك، بس مش رح يفكر في ذاته، لكنه رح يفكر بالآخر. وهون لما بلش نهتم في بعض رح أصير أحس بالانتماء، رح أحس هذا المكان مهم، أحس أنه هذا المكان مميز، أنا بحب أروح عليه. ما نربط الناس بالاجتماع في المنبر، لكن نربط الناس في المكان، لأنه لما نحس أنه الناس تهتم فيه أي حد رح يجي، أي حد رح يكون موجود معنا، لأني أنا بهتم فيه، لأني أنا بسأل عنه، لأني بسأل عن مشاكله، لأني بسأل عن ظروفه، لأني بسأل عن كل إشي بمر فيه. عشان هيك قال إن كان عضو واحد يتألم فكل الأعضاء تتألم معه. إيش اللي بيخليني أشعر بالألم؟ أنا بعرف أنه كلنا رح نجاوب الظروف الصعبة، مرض، شغل، مالي، وهذا مهم نوقف جنب بعض، لكن خليني أقول لك مرات بيخليني أشعر أني متألم ضعفات موجودة في حياتي، تحديات موجودة في حياتي، خطية موجودة في حياتي، أنا متألم من الخطية الموجودة في حياتي. مرات احنا نحسس الناس أنه احنا ما عندنا خطايا، لكن كل واحد فينا عنده خطيته وبتألم منها وبصارع فيها وبيبكي قدام الرب فيها. لكن لما أحس أنه أخوي متألم، تعالوا نتألم مع بعض في كل الأنواع اللي حكيتها، في ضعفه، في خطيته، في ظروفه الصعبة، أكون بتألم معه، مش أكون بنظر عليه، مش أكون بحكي له كلمات يعيشها من غير ما أحس فيه. عشان هيك بكاء مع الباكين، هو بيبكي أنا حاسس فيه، أنا فاهم عليه، أنا شاعر فيه وبتعامل معه زي ما قلنا بالتعاون مع بعض، حتى نقدر، لأن أنا عندي ضعفي، أنا عندي خطيتي، أنا عندي ظروف الصعبة، أنا بطلع منها بهذه الطريقة، تعال نتشارك أنا وياك بهذا الشيء. وفرحا لما يقول إن كان عضو واحد يكرم، لما نشوف شخص بالكنيسة عم بيتكرم بالشغل أو بيتكرم بالكنيسة أو بتكرم بأنه بنعطى إشي إحنا شايفينه وبنعرفه، شو بنعمل؟
مرات بنغار، مرات بنحسد، مرات بنصير نتطلع بطريقة إنه ليه هاد، ليه مش أنا. لكن الكتاب القدس بيقول لك لما تشوف واحد يكرم افرح له، لما تشوف واحد يكرم وانت لا تكرم اوكي افرح له وانبسط معه. وخلينا بهاي الطريقة ننسجم كلنا مع بعض ونتعامل مع بعض في هذا الزمن اللي بخلينا نروح للفردية او نروح للقبلية. لكن احنا مش هذا مش فكر الكتاب المقدس. فكر الكتاب المقدس انا عضو مهم في جسد، نتعامل مع بعض ضمن مواهب الله أعطانا إياها، ضمن اختلافات الله صنعها حتى نكون واحد فيها مع بعض. تعال اليوم ومثل ما سمعنا من الأسيس تشيب إنغرام إنه نصلي حتى الله يرسل لحياتنا أشخاص أتقياء، ونبدأ فعلا في بناء شبكة من العلاقات المكللة بالمحبة ومدعومة من روح الله القدوس. ما في أجمل إنه ناخد قرار إنه فعلا نعيش ونطبق وصية الرب اللي بتقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. العلامة اللي بتميزنا نحن كأتباع المسيح هي علاقات حقيقية وصحيحة مع بعض. ممكن نتكلم كتير عن العلاقات وعن المحبة، ولكن إن لم تترجم علاقاتنا لمحبة حقيقية وفعلية بطريقة عملية فلا يمكن للعالم اللي حوالينا يحسوا بمصداقية رسالتنا ولا خدمتنا. لذلك تعال اليوم واعزم في قلبك وقول يا رب تعال أغمر حياتي بخيرك بكرمك بمحبتك حتى فعلا تغني حياتي وأشخاص يحبوك من كل قلوبهم. ساعدني اليوم أني أرتب أولوياتي، أولويات خدمتي اللي أنت أتمنتني عليها، وابدأ ببناء علاقات صحيحة صادقة مع الكل في اسم المسيح. منحب نتواصل معك، منحب نقدم لك موارد روحية تساعدك مش بس في مشوارك الروحي مع الله، ولكن هناك فرص رائعة جدا ممكن نستكشفها مع بعض حتى نبدأ ببناء علاقات حقيقية بعضنا مع بعض ومع الآخرين من حوالينا.